السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنكمل يونت 3، تحديدا page 164 164، ودي بنكمل فيها شرح جرامر ال present perfect. طيب، في حاجة مهمة في ال present perfect لازم نفرق ما بينها، اللي هي have و has been to و have و has gone to. ايه الفرق ما بينهم؟ اول واحدة اللي هي has او have been to، والمكان دي ذهب المكان وعاد، ولازم نعرف كويس ان هو ذهب وعاد. اوكي، يعني على سبيل المثال she has been to the market، هي راحت الماركت. now she is in the kitchen putting the vegetables in the fridge، دلوقتي هي في المطبخ بتحط الحاجات في المطبخ، الخضار يعني. لكن لو قلت have و has gone to، ذهب لمكان، دي معناها ان هو ذهب ولسه ما رجعش، مثلا سافر امريكا ولسه ما رجعش، سافر مكان معين ولسه ما رجعش. ودي عشان ما تلخبطكوش، لو انتوا فاكرين فيلم خرج ولم يعد او ذهب ولم يعد، افتكروها بقى انه ذهب، ماشي، ان هو ذهب يعني go جاي من gone، انه ما رجعش، ذهب ولسه ما رجعش. ماشي، باسم has gone to the club، باسم راح النادي. he will come back after the match، راح النادي بس ما رجعش، ليه؟ هيجي بعد الماتش. number 3 have been in plus المكان، ومعانا for و since، متواجد في المكان. يعني اقول ايه؟ I have been in London for 3 years، دي معناها ان هو لسه متواجد في المكان حتى الان. I have been in London for 3 years، this means I am in London now، انا دلوقتي في لندن حتى الان. بعد كده استخدام المضارع التام في توقيت محدد، يبقى ده ماضي، يعني المضارع التام. number 3 بقى، لو عطاني have been، ماشي، و plus n مش تو بقى، يعني مش هيبقى فيه هنا تو، have been وفي وراها n ووراها المكان وفور او since موجودة في الجملة، يبقى معناه ان هو موجود في المكان ده لحد دلوقتي. تعالوا نشوف. I have been in London، اوكي، in، خلي بالنا مش تو، I have been in London for 3 years، معناها ان انا في لندن لمدة 3 سنين، يبقى هنا انا لسه ما زلت في لندن، يبقى سواء استخدمت فور او سينس و هاف بين ووراها ان، يبقى ده انا ما زلت في المكان، دي غير هاف بين تو، رحت وجيت. طب هنا بقى بيفرق لي في رقم 3، رقم 3 لا 2 تقريبا، بيقول لي ان لا يتم ذكر توقيت وقع الحدث في المضارع التام. يعني لو حاجة في زمن المضارع التام مش هقول توقيت، مش زي الماضي، الماضي لازم اقول yesterday، لازم اقول last year last month، لكن المضارع التام مش بيجيب لي الوقت نفسه، ولو جاب الوقت يبقى مش هيبقى مضارع تام، هيبقى past simple اللي هو الماضي البسيط. تعالوا نشوف. احمد has drunk 2 coffees، شرب كوبايتين او فنجانين قهوة، ما قالش امتى، هو شرب وخلاص. لكن لو حددت الوقت هتبقى past simple، احمد drank 2 coffees yesterday، شربهم امبارح. يبقى في الحاله دي عامل، قلنا drank ما قلناش، قلناها ماضي بسيط ما قلناهاش مضارع تام. number 3 عند التعبير عن احداث او مواقف قابله للتكرار، يمكن استخدام التعبيرات اللي هنقول عليها دي، يعني التعبيرات اللي هي موجودة ديت بستخدمها مع المضارع التام، لأنها بتدل على حاجة قابلة للتكرار، بتحصل كل أسبوع، يوميا، ماشي، this morning، this week، this month، today، النهاردة، in the last year، كل ده بستخدمها مع المضارع التام. تعالوا نشوف الإكزامبل. I have sent 3 emails today، أنا بعت 3 ايميلات النهاردة. لما ألاقي الظروف بتاعة التكرار ديت أستخدم مضارع تام أو أختار مضارع تام. number 4 يستخدم المضارع التام مع ever و never و since للتعبير عن خبرات وتجارب. بعبر عن خبرتي ان انا ما روحتش المكان ده قبل كده، ان انا مثلا شفت شخص دوت لاول مرة، اشوف الشخص دوت ذكي بالطريقة دي، دي كلها خبرات، اوكي، بكتسبها، يبقى ده مضارع تام باستخدام never ever since. تعالوا نشوف. I have never gone camping، دي خبرة، انا ما عشتش الخبرة دي، انا عمري ما رحت الكامبينج. اوكي، سما is the most intelligent girl I have ever seen، دي البنت دي اذكى واحدة شفتها في حياتي، يبقى دي برضو بتعبر لي عن خبرة. I have worked here since 2002، يعني انا اشتغلت هنا منذ 2002، برضو هنا بعمل ايه؟ بعبر عن تجاربي في الحياة، ان انا اشتغلت من 2002، ان انا ما روحتش كامبينج، ان انا كذا كذا، كل الحاجات دي بستخدم ever never since، يبقى استخدم مضارع تام.
طيب تعالوا بقى نشوف التست الصغير دوت نحله مع بعض. Number one, I واعطيني space English since I was in primary one. I still study it. يعني المفروض ان انا درست الانجليش لما كنت في primary one اولى ابتدائي وما زلت بدرسه. طبعا هو I still study it بتدل ان انا لسه بدرسه، ويبقى لازم اختار present perfect مضارع تام. I بيجي معاها have يبقى yes. Letter C, I have. هنعلم عليها I have started. Number two. قال لي she واعطيني space. The high dam 3 times. She will visit again next week. زارت الهاي دام 3 مرات وهتزوره تاني الاسبوع اللي جاي. طبعا يبقى هنا ده تكرار حاجة بتحصل، يبقى استخدم برضو present perfect. طبعا she بتاخد has يبقى letter A. نعلم عليها letter A. بعد كده number 3. حسين واعطيني space. His leg he can't walk without a stick. حسين حصل له حاجة في رجليه وهو دلوقتي مش قادر يمشي غير بستيك عصاية. طبعا دي حاجة أثرت على الوقت الحاضر، قلنا المضارع التام حاجة بتأثر على الوقت الحاضر، يبقى هنا هنختار مضارع تام وحسين دي مفرد، يبقى has broken اللي هي letter D. نعلم عليها letter D. Number 4. رودينا وعطيني space to the club. يعني ذهبت للكلب. I'll join her there. وانا هروح التحق معاها او انضم ليها هناك. يبقى هي راحت وما رجعتش لسه، يبقى ايه has gone letter B. نعلم عليها. بعد كده number 5. Your mother walking space to the market. Take the shopping bag to the kitchen. خد بقى ايه شنطة الشوبينج وديها المطبخ. يبقى هي راحت ورجعت لانها جابت الشنط وهندخلها المطبخ. راحت ورجعت دي يعني ايه؟ يعني has been. برافو. has been اللي هي letter C. number 6. Mrs. Noha واعطيني space this school to years ago. طبعا اول ما اشوف خلقة ago دي اعرف ان احنا هنا في الباست، في الباست سيمبل مش المضارع التام. الكلمات اللي بتدل على الباست اجو ولاست يير وان ذا باست واي تاريخ في الماضي وانس والحاجات دي، فاول ما اشوفهم ما اختارش مضارع تام نهائي نيفر. نمبر 7. توداي اي حاجه 3 ايميل سو فار. حتى سو فار هنا يا جماعه معناها حتى الان وبتساوي يت، بس بتيجي في جمله مثبته. توداي اي نوت 3 ايميل سو فار، اي ام ويتنج فور 2 مور. طبعا هنا بعت ايميلين ومستني ال ومعدت 3 ايميلات ومستني 4 2 more 2 كمان. يبقى هنا طبعا present perfect اللي هي letter A have received. تعالوا نشوف بقى ظروف التكرار دي بتستخدم في انهي مكان في الجملة. يعني عندنا just معناها توا، already، never، ever، دول كده بستخدمهم فين بالظبط في الجملة. زي ما احنا شايفين كده بتيجي ما بين has او have والتصريف التالي، بتقطع بتيجي في النص. ماشي. my uncle has just arrived at the airport. يعني عمي لسه وصل توا. just شايفين just جت فين؟ ما بين has و arrived والتصريف التالي. تعالوا نشوف الاكزامبل التاني. I have never seen a real fox. انا عمري ما شفت فوكس حقيقي، ثعلب حقيقي. never برضو جاي ما بين have والتصريف التالي. this is the tallest tree I have ever seen. اطول شجرة انا شفتها في حياتي برضو have جت، ever في النص، seen جت بعديها. لما اعمل سؤال برضو هتبقى have اداة الاستفهام بتاعتي والفاعل عادي، و ever و traveled الفاعل قبل ever. هنا have you ever traveled abroad. already بقى ليها استخدامين او ليها مكانين، في النص ما بين have والتصريف التالت او في اخر الجملة. I have already passed the driving test. انا already عديت او نجحت في driving test. وبتساوي I have passed the driving test already. يعني already ممكن تيجي في الاخر ومعناها بالفعل، وزي ما احنا شايفين ما تلخبطش بينها وبين يت، لان يت برضو بتيجي في نهايه الجمله بس المنفيه ومعناها حتى الان. اوكي. يبقى already ليها موقعين في الجمله ما بين have او has والتصريف التالت او في نهايه الجمله عادي. دي بقى مهمه اللي هي نمبر 2 دي، ان عندنا never ما بتجيش اساسا في الجمله المنفيه، لان انتوا عندين واخدين قاعده في العربي اسمها نفي النفي اثبات. فبالتالي النفي مش هينفع مع never. يعني ما ينفعش اقول hasn't و haven't never. لو اضطريت استخدم hasn't و haven't يبقى هستخدم ever بدل never. تعالوا نشوف الاكزامبل. ندى has never been to Paris. يعني never ندى عمرها ما راحت Paris. لو احنا
قلنا hasn't هنا يبقى مش هنحط never، هنحط ever. ندى hasn't ever been to Paris، يعني ندى عمرها من قبل راحت ايه باريس. خلينا فاهمين الفرق، never ما بتجيش مع hasn't ولا haven't. لو استخدمنا hasn't و haven't يبقى احط ever. بعد كده بيقول لي في ظروف زمنية تأتي في بداية أو نهاية الجملة وأحيانا قبل التصريف التالي، يعني الظروف اللي احنا قدامنا دي ممكن تيجي في بداية أو نهاية الجملة عادي مفيش فرق. اللي هي ايه؟ so far زي ما احنا قلنا من شوية انها معناها حتى الآن، بس بتيجي في جملة مثبتة مش منفية زيك. up till now معناها حتى الآن برضو. lately بتساوي recently برضو معناهم حديثا أو مؤخرا. since و for والحاجات دي برضو. over the years على مر السنين. in the last months في الشهور الأخيرة. throughout the years يعني على مر السنين. و this week هذا الأسبوع. دولت ممكن يجوا في آخر الجملة أو في أولها عادي خالص. example I have written two essays so far، يعني أنا كتبت حتى الآن 2 essay مقالين. طب so far I have written two essays، أنا حتى الآن written two essays. طيب دلوقتي so far زي ما احنا شايفينهم، زي ما احنا شايفين يعني جات في نهاية الجملة عادي وبتيجي في بداية الجملة. لما جات في بداية الجملة بنحط طبعا كاما بعديها زيها كل اللي احنا قلناه فوق. since for عادي، over the years كل دول بيجوا عادي في بداية الجملة وفي نهاية الجملة. ده هنا بيبين لي موقعهم من الجملة بالظبط.